بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بإذن الله في الحلقة دي على الـ Outlook Anywhere اللي هو معروف باسم الـ RPC over HTTP، وهكلم برضو على الـ POP3 والـ IMAP، ودول أنواع Clients في الـ Exchange 2010. وهتكلم معاهم عن قرب، وهقول لك إيه ميزة في ده وإيه العيب في ده، زائد ان احنا هنروح برضو نعرف ازاي بقدر اعمل لهم configuration. تعالوا معايا نبص على باقي السلايدز. اول حاجة هتكلم على الـ Outlook Anywhere Overview. ايه هو الـ Outlook Anywhere؟ تعالى بس الاول هتكلم على اعظم client عندي اللي هو مين؟ المابي client، اللي هو اليوزر اللي هو بيكونكت بالمايكروسوفت اوتبوت بتاعه على الكاس سيرفر عشان يفتح المين بوكس بتاعه. وده ليه اعظم كلاينت؟ ان هو عنده الموست اكتشينج فانكشناليتي، يعني يقدر يعمل كل حاجه في اكتشينج، زائد ان هو سكيور. ليه؟ ان هو بيعمل ايه؟ بيكلم ار بي سي مع الكاس. ايه هو الار بي سي؟ اللي هو ريموت بروسيجر كول، بروتوكول بيقدر ان هو يسكيور الداتا ما بين الاوتلوك وما بين الكاس سيرفر، عن طريق ان هو يفتح يعمل initial communication مع الكاس على بورت 135. واول لما يبدا يعمل يعني يعمل الكاس معاه communication، يبداوا يعملوا ايه؟ يغيروا البورت، يبقى بورت dynamic full ايه ال 1024. فلو اي هاكر قاعد في النص مش هيعرف هما بيكلموا على اني بورت. ليه؟ ان هو اصبح dynamic port full 1024. لكن عندي مشكله، اول لما بطلع باللابتوب بتاعي ده اللي انا عامل عليه كونفيجر للاوتلوك بره الشركه بتاعتي، ما بقدرش ولا اعمل ولا سند ولا ايه ريسيف خالص. ليه؟ ما يعني بيبقى عندي ما فيش اكتيف دايركتري، ما فيش اكتشين، ما فيش اي حاجه خالص. طيب عملوا ايه؟ قال لك خلاص احنا عايزين نعمل طريقه بحيث الاوتلوك ده يشتغل من بره ويشتغل ار بي سي. قال لك لا، ما ينفعش يشتغل من بره ار بي سي. قال لك خلاص، طب ما هنعمل حاجه حلوه قوي، احنا هنعمل حاجه اسمها Outlook Anywhere اللي هي احنا بنسميها RPC over HTTP. دي معناها ان ايه؟ ان انا اكونكت من بره على الكاس بتاعي عن طريق الايه؟ ال HTTP، واول لما اعمل عليه كونكشن ابدا ادفع RPC، ابدا اعمل RPC encapsulation. يبقى انا كده ايه؟ استفدت باثنين، ان انا عملت من بره كونكشن عن طريق ال HTTP او ال HTTPS وده سكيور. نمره 2، استخدمت الايه؟ ال RPC بروتوكول، وده ماتش مور سكيور، وده غناني ان انا ايه؟ استخدم ال يعني ان انا اقدر اخش في بي ان. يبقى انا خلاص بالنسبه لي ال في بي ان ده شيء كان زمان وخلاص. يبقى هو بيقول لك اهو، ليتس كلاينت use Outlook 2003 2007 2010 to connect directly to their corporate network email without using a VPN. يبقى خلاص فكرة ان انا اخش VPN بعد كده اخد الميلز بتاعتي او اعمل sync، لا ده كان زمان. دلوقتي خلاص انا ممكن اعمل ايه؟ اخش RPC over HTTP. ماشي. It uses a networking feature called RPC over HTTP. يعني انت عشان تستخدم او يعني عشان تعمل كونفيجريشن للاوتلوك انيوير، لازم تنزل على الكاس فيتشر اسمها الار بي سي اوفر اتش تي بي. ودي فيتشر الاقيها فين؟ افتح سيرفر مانجر على مكنه الكاس، الاقي في رولز وفي فيتشرز، اعلم على فيتشرز، اخش جوه الاقي في فيتشر اسمها ار بي سي اوفر اتش تي بي، اعمل لها تشيك وانزلها. اوكي. طيب عشان اعمل Outlook Anywhere Configuration لازم اعمل ايه؟ لازم يكون عندي Valid SSL Certificate على كاس، لازم يبقى عندي Certificate Trusted و Valid على ال Client Access Server، ما تبقاش مضروبة، ما تبقاش Self-Signed، لا لازم تبقى Valid، يا اما واخدها من CA جوه او واخدها من اي Third Party External، وطبعا مستحب ان هي تكون ايه؟ من اي سيرت بارتي بره. نمره 2، انزل الار بي سي اوفر اتش تي بي كومبوننت على الكاس ماشين،
افتح سيرفر مانجر زي ما لسه قايل، افتح فيتشرز، اعلم على ار بي سي اوفر اتش تي بي كومبوننت، اعمل لها تشيك وانزلها. اخر حاجه اخش من الاكشنج كونسول على مكان الكاس قول وانا عايز اعمل انيبل للاوتلوك اني وير. الطريقه سهله جدا. واخر حاجه خالص اكونفيجر الايه الكلاينت ان هو يخش اوتلوك اني وير. اوكي الدنيا سهله جدا، الدنيا جميله. يبقى انا معيش هعيد تاني، الاوتلوك اني وير ده بيغنيني ان انا اخش في بي ان. نمره 2، عشان اعمل انيبل للاوتلوك اني وير عندي عكاس، محتاج يبقى عندي عكاس valid certificate، وانزل الار بي سي اوفر اتش تي بي فيتشر، واعمل انيبل للاوتلوك اني وير من الاكشنج كونسول على الكاس اللي انا واقف عليه. طيب انت ممكن تعمل ايه؟ يو كان انيبل اوتلوك اني وير فروم ذا ام سي او ام اس. يعني ممكن اعمل انيبل للاوتلوك اني وير اما من الاكشنج مانجمنت كونسول او الاكشنج مانجمنت شيل، الاثنين بالنسبه لي واحد. عندي طريقه برضو ان انا اعمل تيست للاوتلوك اني وير هل هو شغال ولا لا، عن طريق الايه التيست داش اوتلوك كونكتيفيتي كوماند. اهو بيقول لك تو تيست اوتلوك اني وير يو كان يوز ذا فولوينج تولز، ران ذا تيست داش اوتلوك كونكتيفيتي كوماند تو انشور يور ار بي سي اوفر اتش بي كونكشن اند تي سي بي اي بي سيتنجز ار رايت. يبقى انا عشان ابقى كوايت شور ان انا شغال صح وان الاوتلوك اني وير ده شغال صح، ممكن ايه اجي من على الاكشنج مانجمنت شيل واعمل تيست داش اوتلوك كونكتيفيتي كوماند. ممكن برضو اعمل حاجه اسمها ارن حاجه اسمها اكشنج ريموت كونكتيفيتي انالايزر اكس ار سي اي تول، دي اعملها داونلود اوكي وابدا ايه اعمل كونكتيفيتي انالايزر واشوف ان هو شغال ولا لا. خد بالك التستنج ده بيبص على ايه؟ الاوتو ديسكفر كونكتيفيتي شغال ولا لا، الدي ان اس فاليديشن، السيرتيفيكت شغاله، الفاير وول از روفو، الكلاينت كونكتيفيتي صح ولا لا. دي كلها التستنج تول بتبص على ايه؟ كل الحاجات دي. خد بالك بروح على مكنه الكاس لازم يبقى عندي ثلاث حاجات. نمره 1 يبقى عندي valid SSL certificate وعامل انستول للار بي سي اوفر اتش تي بي كومبوننت. خد بالك وانت اصلا جاي في الاول تنزل الكاس، حلو فاكر انت لما احنا عملنا ايه؟ دخلنا على التكنت بتاع مايكروسوفت قلت له انا عايز ايه انزل اكشينج 2010 اس بي 1، قال لي انت عايز تنزل ايه؟ رحت قال له انا عايز اعمل ايه تيبيكال انستليشن، ورحت عامل امر في الايه باور شيل، خدته كوبي وبيست في الباور شيل بتاع الاكشينج صح منه ان هو ينزل لي الار بي سي اوفر اتش تي بي. طب تعالى بص على ايه الحاجات دي بتدور كده، انستول ايفاليد اس ال سيرتيفيكت، اروح على الاكشينج سيرفر، اجي على الاي اس، اجي على سيرفر سيرتيفيكت اوكي شرف اكشينج سيرتيفيكت. فعلا انا عامل اسماء السيرتيفيكت مصدره باسم ميل تشرف دوت كوم. خد بالك ان انا كنت جيت عملت في الدي ان اس اسم دلع لجهاز اسمه اكشينج 01 سميته ميل وده الياس نيم، سواء اعمل عليه كونكشن بالاسم اكس 01 او بميل الاثنين بالنسبه لي واحد. يعني تعالى مثلا نبص عليه كده، لو انا عايز اخش عليه اقول له عايز اخش على ميل دوت شرف دوت كوم سويتش اوفر، هيفتح لي فعلا اكس 01. ابص على السيرتيفيكت الاقيها فاليد ومن تراستد سيرتيفيكت ومصدره باسم ميل دوت شرف دوت كوم. جميل جدا، يبقى اول حاجه ان هي valid. نمره 2 يبقى الكاس ده نازل عليه الار بي سي اوفر اتش تي بي، معلش هقفل ده هعمل مينيمايز، نازل عليه الار بي سي اوفر اتش تي بي فيتشر
ودي تاني حاجة هبص عليها. هبص على فيتشرز، ماشي، عايز اعمل تشيك ان هو نازل عليه الار بي سي اوفر اتش تي بي، وانا متاكد ان انا نزلتها وانا جاي اعمل الكاس انستليشن او التيبيكال انستليشن. خد بالك اهو فعلا نازل الار بي سي اوفر اتش تي بي بروكسي. لو ما كانش نازل هقول له اد فيتشر، وانزل تحت كده اقول له انا عايز اعلم على مين الار بي سي اوفر اتش تي بي بروكسي. اتبقى لي حاجه واحده، حلو، وتعالى نرجع للسلايدز الاول نبص عليها. يبقى انا عملت تشيك على الانستول ايفاليد اس ال سيرتيفيكت وانستول للار بي سي اوفر اتش تي بي كومبوننت. يتبقى لي ان انا اعمل انيبل للاوتلوك انوير من على الاكشينج مانجمنت كونسول. ابص على الصور الاول قبل ما نروح. ادي الار بي سي اوفر اتش تي بي بروكسي على الكاس. اروح على الاكشينج كونسول الاقي فيه اقف على الكلاينت اكسس، اقف على السيرفر انا عايز اعمل عليه انيبل للاوتلوك انوير. الاقي هنا حاجه اسمها انيبل اوتلوك انوير، ادوس عليها يفتح لي الاوتلوك انوير كونسول. حلو، وتعالى بسرعه نبص كده عليه. نروح بقى على العملي، هقفل خلاص الكلام ده، هفتح الاكسشينج كونسول، هروح للكلاينت اكسس على مستوى السيرفر كونفيجريشن، هقف على التشنج بتاعي، هاجي هلاقي فيه مكتوب ايه؟ انيبل اوتلوك انيوير. هيفتح لي بيقول لي خد بالك يوزنج الاوتلوك انيوير فيتشر تو انيبل يور يوزر تو كونكت تو زير اكشينج ميل بوكسز. انك تستخدم الاوتلوك انيوير ده هيإليمينيت، هيقلل النيد ان الناس يخشوا من بره الريموت اوفيس يوزرز انه يخشوا ثرو الايه الفي بي ان عشان يعملوا كونكشن للاكشينج سيرفرز بتاعته. طيب بيقول لك الاكسترنال هوست نيم ايه؟ انت من بره البابليك نيم بتاعك ايه؟ اقول له ميل دوت شرف دوت كوم. وخد بالك ده لازم نفس الاسم اللي تكون مصدره بيه الشهاده، ده لازم نفس الاسم اللي مصدره بيه الايه السيرتيفيكت. عندي اكتر من نوع اوثنتيكيشن، عندي بيزك اوثنتيكيشن، عندي ان تي ال ام اوثنتيكيشن، عندي نيجوشيت اكشينج اوثنتيكيشن. تعال نرجع للسلايدز وبعد كده نرجع للصفحه دي تاني. خد بالك معايا البيزك اوثنتيكيشن ان اليوزر بيدخل يوزر نيم وباسورد والدومين نيم، ماشي، كل مره الايه الكلاينت عايز يكونكت على الايه اكشينج. وخد بالك ان كل الانفورميشن دي بتروح في ايه في كلير تكست لمين للاكتيف دايركتري. يبقى كاس بياخد كل البيانات دي اليوزر نيم والباسورد والدومين ويحطهم في ايه في ورقه كده بيضه ويروح بيهم لمين للاكتيف دايركتري يقول له ايه بعد اذنك كان في واحد عايز يخش اسمه كذا والباسورد بتاعه ايه كذا، ايه رايك؟ ده اول نوع اللي هو بيزك اوثنتيكيشن. وزي ما احنا قلنا ان بيزك اوثنتيكيشن مع سيرتيفيكت سكيور حلو جدا جدا جدا، لكن بيزك لوحده لا. ايه بقى اللي هو انت الام اوثنتيكيشن؟ اليوزر مش هيحط خالص اي كريدنشال. ايه اللي هيحصل؟ الكلاينت والسيرفر هيعملوا ايه اكشينج للايه كريدنشال. يعني الاكشينج سيرفر هيعمل ايه؟ هيبص على ايه اليوزر اللي هو داخل على الايه الكلاينت نفسه اللوجن نفسه وياخده ويعمل بيه ايه اوثنتيكيشن. اوكي ماشي، خد بالك بيقول لك ايه انت الام از مور سكيور. الانت الام سكيور ان هو بيعمل ايه؟ بص كده، زي يوزر نيفر اكشولي هاد تو بوت ان هيز كريدنشال. يبقى اليوزر مش هيحط كريدنشال، لا، الكلاينت كمبيوتر والسيرفر اكشينج هاش فاليو كريدنشال. يبقى بيحصل اكشينج للايه للكريدنشال ما بين الكلاينت والاكشينج سيرفر. ايه اللي بيحصل؟ الانت الام كان ميك ذا ايه كونكشن يوزنج ذا ويندوز اوبريتنج سيستم لوجن انفورميشن. يبقى الانت الام بيعمل ايه؟ بياخد اللوجن انفورميشن اللي هو داخل بيها اليوزر على مكانته. اوكي، بيقول لك ايه
Intel M is more secure. However, sometimes Intel M is a problematic because certain firewalls may modify the traffic and make connectivity issues. قال لك انك تستخدم بيزك احسن بكتير واسهل بكتير في العملي. ليه؟ ان الساعات لما تيجي تستخدم Intel M الفايرول بيعمل معاه مشاكل وساعات بيوقف وبيمنع اي كونكتيفيتي ساعات. فانا هختار بيزك اوثنتيكيشن واقول له انيبل. يبقى انا كده عملت اوثنتيكيشن اسف عملت اوتلوك انوير كونفيجريشن. خد بالك بيقول لك ايه برضو اوتلوك انوير will be enabled on your client access server after a configuration period of 15 minutes. يعني هيشتغل بعد ربع ساعة. اوكي ليه؟ انا حقيقي ما اعرفش. يعني الاحسن انك تعمل ريستارت للسيرفيسز او تعمل ريستارت للجهاز نفسه. اوكي هو بقى بيقول لك ايه to verify that outlook anywhere has been enabled. عشان تعمل تشيك ان هو فعلا enabled بص على الايه application event login. تعالى كده على event viewer هو بس بطيء سنة. خد بالك معايا application information بيقول لك ايه the outlook anywhere feature has been enabled. اوكي يبقى كده فعلا هو فعلا حصل له enable. لكن طبعا لازم ايه استنى ربع ساعة finish. اوكي تعالوا بقى معايا بقى نعمل العملي بتاع الاوتلوك انيوير. لكن قبل ما اروح اعمل العملي محتاج اعرف انا هعمل ايه وايه اللي انا عملته وايه اللي انا لسه ما عملتوش. اول حاجة انا بس ايه بفكرك تاني لما تيجي تعمل اوتلوك انوير لازم تعمل اربع حاجات. اول حاجة انستول افاليد اس ال سيرتيفيكت. تحط سيرتيفيكت على الايه الكاس سيرفر. تعال نروح نبص ادي الكاس بتاعي هفتح الاي اس اهو هبص على الاي اس بتاعي سيرفر سيرتيفيكت الاقي فعلا ان في سيرتيفيكت فاليد وسليمه وكل حاجه. اروح تاني للسلايد اعمل انستول للار بي سي اوفر اتش تي بي كومبوننت. دي اجي على الكاس سيرفر مانجر فيتشرز انزل ار بي سي اوفر اتش تي بي. تعال نبص عندنا طبعا انا عارف ان انا بعيد وازيد لكن ده مفيد جدا لينا ان احنا بنشيك على نفسنا اكتر من مرة. اجي على فيتشر ابص الاقي ان ايه الار بي سي اوفر اتش تي بي بروكسي نازل. لو ما كانش نازل هقول له اد فيتشر واجي على ار بي سي اوفر اتش تي بي بروكسي اعمل تشيك واقول له انستول. ارجع تاني للسلايدز اعمل انيبل الاوتلوك انيوير. ارجع تاني للكاس افتح الام سي اكشينج مانجمنت كونسول اجي على السيرفر كونفيجريشن الكلاينت اكسس واقول له انيبل اوتلوك انيوير واقول له الاكسترنال نيم بتاعي اللي هو ميل دوت شرف
دوت كوم وقول له انا عايزها بيزك اوثنتيكيشن، واحنا عرفنا ايه الفرق بين بيزك وان تي ال ام. اوكي معلش بس انا هعمل ريستارت لحاجتين، هعمل ريستارت للاي اس مش تاخد مني باذن الله دقيقه، بعد كده هعمل ريستارت للسيرفيسز كان انا عملت ريستارت للماشين بتاعت الاكشينج. انت لو انت فاكر هو بيقول لي ايه، هتاخد لها حوالي 15 مينتس عشان ايه يحصل لها انيبل الاوتلوك اني وير. فانا هبدا اول حاجه بالاي اس ريستارت، بعد كده هريستارت الاكشينج سيرفيسز مش كلها يعني. هو انا مستني هو طول سنك خلاص بإذن الله بيخلص. خلص الـ IIS Restart، هروح Admin Tools Services واجي على Microsoft Exchange، هاخد أول واحدة اللي هي Microsoft Exchange Active Directory Topology، دي بيبقى تحتيها كل الـ Services دي. خد بالك ان هي بترن او بتعمل ريستارت لكل السيرفيسز بتاعت الايه اكشينج بدل ما امشي على واحده واحده فيهم. يعني هي دي بالنسبه لي اهم سيرفيس عندي، هي دي اللي بتعمل انتجريشن ما بين الاكتيف دايركتري ما بين الاكشينج، وباقي السيرفيسز دي كلها بتديبند عليها. فهي دي بالنسبة لي هي عصب الاكتشينج سيرفيسز. كده يبقى انا الدنيا عندي شغالة. ارجع تاني للسلايدز، يبقى انا عملت انستول لفاليد اس ال سيرتيفيكت، هعمل انستول للار بي سي اوفر اتش تي بي كومبوننت، فعلا حصل. عملت انيبل للاوتلوك انوير من عن طريق الاكشينج مانجمنت كونسول. تعالى بقى لرابع حاجة، اكونفيجر الكلاينت ان هو يخش اوتلوك انوير. لكن قبليها انا عايز اعمل كرييشن لريسيبيانت اوكي عندي في ال اكشينج وابدا اعمل تيست عليه. هرجع تاني للميل بوكس بتاعي واجي على ميل بوكس سيرفر اقول له نيو ميل بوكس، تعال نجرب حد غير هيثم وتامر دول. نيو يوزر، تعال نجرب مودي. كده معناه ان في مشكلة. ثانية واحدة هقفل الاكشينج مانجمنت كونسول.
هقفل سيفن مانجر وهفتح الكونسول مرة تانية. هعمل بس بوز لحد لما يفتح وارجع معاك بعد لما يفتح. فتح اهو الكونسول فتح. هاجي على الريسيبينت كونفيجريشن على ميل بوكس، اقول له نيو ميل بوكس، يوزر ميل بوكس، ايوه نيو يوزر، هعمل له كرييشن. اسمه ايه؟ اسمه مودي. هيلوجن باسم ايه؟ هيلوجن باسم مودي. كونفيرم باسورد ماشي. الاس ايه احطه على الديفولت داتابيز، طبعا كل الكلام ده احنا قلناه. هعمل له اركايف، لا هشرح يعني ايه اركايف كمان شويه، كمان كام حلقه. نيكست نيو. طبعا زي ما انت شايف كده ان احنا بنشرح على اخر اكتشينج فيرجن اللي هي 14.1 اللي هي اكتشينج 2010 سيرفيس باك 1. ادي مودي. هروح على مكنة الكلاينت، اي مكنة الكلاينت، هعمل لوج اوف. يمكن في فايل باوربوينت مفتوح، هلوج اوف مفيش اي مشكلة. هخش باليوزر اللي اسمه مودي، الباسورد فيها مشكلة، يبقى اسمي ستايب. عملت لوجن، يعمل بريباريشن للستوب بتاع كلاينت. طبعا بدأ اهو. انا داخل باليوزر اسمه مودي، هفتح اول بروجرامز، الاوفيس، الاوتلوك. بيقول لي انت عايز تكونفيجر الاوتلوك، اقول له ايوه. بص، يو كان كونفيجر اوتلوك تو كونكت تو ذا انترنت ايميل او الاكشنج بتاعك او اي اذر ايميل سيرفيسز، يعني اي حاجه. انا ما كشفت انت عايز تعمل كونفيجريشن، اقول له اه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ خد بالك عمل ايه؟ هو جاب اللوج ان نيم ماشي، وعرف انه ليه ايه؟ مودي ات شرف دوت كوم. جميل. طيب نيكست. طبعا هيسالني دلوقتي على الاكشنج سيرفر اسمه ايه؟ ده لازم يسال كده يعني. ايوه هيسال حالا دلوقتي. هقول لك الاكشن سيرفر اسمه ايه. احنا اهو مستنيين. ايه ده ما سالش؟ ايوه طبعا ما يسالش. ليه ما يسالش؟ ان هو عنده حاجه اسمها اوتو ديسكفر سيرفيس، ده اوتلوك 2010، سواء اوتلوك 2007 2010 عندهم حاجه اسمها اوتو ديسكفر سيرفيس. بيعمل ايه؟ بيروح او يعني بالعربي كده بيشمشم على مين الكاس سيرفر اللي هو بيقدم الاوتو ديسكفر سيرفيس. زي ما قلنا احنا قلنا ايه، او تعالى معايا قبل ما اكمل اروح للايه، للاكشينج. الاكشينج افتح الاي اس، افتح الديفولت ويب سايت، الاقي فيه فيرشوال دايركتري اسمه ايه؟ اوتو ديسكفر. اعمل له اكسبلور، الاقي فيه فايل اسمه اوتو ديسكفر دوت اكس ام ال. الفايل ده خد بالك الكلاينت اهو، لما جيت انا قلت له اعمل لي كونفجريشن عمل ايه؟ راح يعمل ايه؟ يسيرش على مين الايه؟ الكاس اللي عنده اوتو ديسكفر فيتشر. راح الكاس اللي هو اكس 01 رفع ايده قال له انا. قال له طب خلاص بعد اذنك، انا عايز اخش عليك، في عندك فايل يخص لي. قال له اه، انت قصدك
الفايل اللي انا حاطه في الـ في الـ في الاوتو ديسكفر فيرجن دايركتري اللي اسمه اوتو ديسكفر دوت اكس ام ال. قول له ايوه, قول له خلاص خده اعمل له داونلود. يروح الكلاينت عامل ايه, عامل له داونلود, والفايل ده فيه ايه, فيه معلومات الاكشينج كلها زي الميل بوكس سيرفر مكانه ايه فين واسمه ايه. عشان كده لو انت خدت بالك هو ما سالنيش هو فين الاكشينج سيرفر, هو عمل نفسه على طول كونفيجريشن. حتى بص قال لك انا ايه, انا عملت استابليش للنتورك كونكشن وعمل سيرش على ايه الميل بوكس بتاع مودي فين على اني سيرفر. يبقى دي معناه ان هو عمل ايه, ان هو شاف, خد بالك هو شاف ايه, ان هو شاف, ها قول معايا, شاف الميل بوكس سيرفر وتعرف عليه منين, عن طريق ايه, ها قول معايا, عن طريق الاوتو ديسكفر دوت اكس ام ال فايل, وعمل لنفسه كونفيجريشن. اقول له فينيش كده الراجل, يبقى انا ما بقتش بعمل اي كونفيجريشن جديده. اوكي انا كده عملت له كونفيجر ان هو ار بي سي عادي, او احنا بنسميه مابي كلاينت عادي. طيب خد بالك طبعا لما اجي اعمل سند ريسيف, هو الراجل لوحده, خد بالك ان هو ايه واصل بالمايكروسوفت اكشينج على طول. طيب تعالى نقفل ده, وتعالى نعمل افتح كنترول بانل, قول له لارج ايكون, بس ايه تشوف الايكون بتاع الميل, قول له انا عايز اعمل حاجه في الايميل اكاونتس اللي عندي جاهزه. انا عندي يوزر اسمه مودي, خد بالك دي الشاشه اللي كانت بتظهر لنا في الاوتلوك 2003, كان بيطلب مني السيرفر وبيطلب مني الاسم وانا بكتبه له مانوالي. دلوقتي خلاص الاوتو ديسكفر دوت اكس ام ال فايل هو بيعمل كل الكلام ده اوتوماتيك. اقول له مور سيتنجز, انا خلي بالك انا بعمل ايه, انا عايز اكونفيجر الاوتلوك اني وير. اقول له كونكشن, خد بالك هو وحده عرف ان في عنده اوتلوك اني وير, خد بالك كونكت تو مايكروسوفت اكشينج يوزنج الاتش تي بي, يعني الاول كونكت اتش تي بي وبعد كده ابدا اعمل ار بي سي انكابسوليشن. خد بالك اقول له في الفاست نتورك ابدا لي برضو اتش تي بي, بعد كده كونكت تي سي بي, وهنا اعمل بيزك زي ما انا عامل الناحيه الثانيه. هعمل لو انا هناك عامل بيزك اعمل هنا بيزك, لو انا عامل انتل ام اعمل انتل ام, لو انا عامل نيجوشيت اعمل هنا نيجوشيت, واقول له اوكي اوكي. اجي افتح الاوتلوك هيسالني ليه بيزك اوثنتيكيشن, خد بالك ده بيزك اوثنتيكيشن. اقول له انا اسمي مودي, الباسورد باسورد, واقول له سيف عشان ما يقعدش يسالني كل مره. اقول له اوكي. بص هنا كده هيعمل ايه, هيتراي تو ايه كونكت, هيحاول يعمل كونكشن على الاكشين سيرفر بتاعه اهو كده بقى ايه كونكتد. طب انا مش واثق ان انا شغال اتش تي بي, اسف ار بي سي اوفر اتش تي بي او اوتلوك اني وير. هفتح هاجي على التاسك بار ده واعمل ادوس على كنترول واجي على علامه الاوتلوك رايت كليك, اقول له كونكشن ستاتس, لازم يبان لي في الكونكشن دي ان انا شغال اتش تي بي اس, لو هو ظهر لي تي سي بي اي بي يبقى انا شغال مابي عادي خالص, لكن كده انا شغال ايه ار بي سي اوفر اتش تي بي او اوتلوك اني وير. اوكي يبقى احنا كده نجحنا ان احنا نعمل كونفيجريشن لل اوتلوك اني وير. يبقى انا عشان اعمل اوتلوك اني وير محتاج اربع حاجات, محتاج ان انا يكون عندي فاليد سيرتيفيكت, محتاج ان انا يكون عندي الار بي سي اوفر اتش تي بي فيتشر نازله على الكاس سيرفر, محتاج ان انا اكون عامل انيبل للاوتلوك انوير من خلال الاكشينج مانجمنت كونسول,
محتاج ان انا اعمل كونفيجر للكلاينت زي ما انت شايف كده، محتاج اخش ابص الاقي ان هو ايه الراجل ده داخل HTTPS. خد بالك برضو اللوكال ميل بوكس بتاعك اهو، هو ما ظهرش دلوقتي لكن هيظهر حالا تاني، بديك حبة تعالى نعملها تاني معلش، كنترول فيشن ستيتس اللوكال ميل بوكس ده حب بس ايه اكتيفيتي. هو قال لك ان هو ايه بدا يعمل سينك، بدا يعمل اسمه ده داونلود للاوفلاين ادرس بوك اند سو اون. ماشي. طب تعالى من على اي مكان تانية نبعت له ميل لمودي ده، اخش عن طريق الاوه هخش بلوجن بهيثم الباسورد باسورد صحيح. انا كنت عامل عليه بوليسي ان هو يخش باللايت، مش مشكلة. عايزين نبعت ميل لمودي، معلش انا هفتح تاني انا اسف، هقفل اي اس اخش باي يوزر تاني، اخش بتامر مثلا هقول انا عايز ابعت ميل لمودي هتست اوتلوك اني وير اقول له سند، الميل طلع الاقي ان ايه الراجل ده بيستقبل حاجه على الاوتوك انوير من بره الشركه بتاعتي. اوكي تعالى بقى نروح نتكلم على الكلاينتس اللي هي ايه بتاعت زمان اللي هي البوب 3 والاي ماب. تعالى بص معايا بقى للبوب 3 والاي ماب. بيقول لك البروتوكولز هم عباره عن بروتوكولز فور كونكتنج تو اكشينج، لكن هم باي ديفولت ديسيبلد باي ديفولت. طيب ايه فكره البوب 3 والاي ماب وليه الاكشينج 2010 حاليا مش بيعتمد عليهم اعتماد كلي، ان هم يعني بالنسبه له خلاص بقوا كلاينتس قديمه جدا؟ قال لك ان البوب 3 ده كان اولد ستاندرد، ده بيشتغل ايه اهو، بوب ووز ديزايند فور اوف لاين ميل بروسيسنج. يعني ايه اللي بيحصل؟ البوب ريموف ايميلز فروم ذا سيرفر اند برينج ذيم داون تو ذا ايه لوكال كلاينت. يعني كنت انا بقدر عشان بس تبقى عارف هما الاثنين ريسيفنج بروتوكولز فقط لا غير، مش سندنج. يعني انا بس ايه بريسيف بيهم الايه بريسيف بيهم الايميلز فقط لا غير، لكن عشان اعمل سند بسند على ايه عن طريق الايه الاس ام تي بي بروتوكول، وهنشوف ازاي. طيب ايه العيب اللي فيهم؟ ان هما كانوا انا لو انا عامل كونفيجريشن للبوب 3 او الاي ماب انا بخش بعمل ايه بريسيف الميل عندي او ايه بقى يعني ايه بعمل داونلود عندي على
او اسف بعمل داونلود للميلز عندي على الاي كلاينت ماشين، اوكي، وعندي اوبشن ان انا ايه يعني اسيب منها صوره على السيرفر نفسه. لكن انا اول لما انا باجي افتح الميل بفتحه اوف لاين، يعني لازم الاول اعمله داونلود عندي على الاي كلاينت ماشين، بعد كده اقدر ايه افتحه. ما ينفعش افتحه على طول اونلاين على ايه السيرفر على طول، لا. وده كان عيب من العيوب. نمرة 2 ان هو ما عندوش اي فيتشرز زياده، هو جاست بس انك تعمل داونلود للميل بعد كده ايه تفتحه فقط لا غير. ما عنديش كالندرنج، ما عنديش تاسكس، ما عنديش كونتاكتس، ما عنديش اي نوع تاني من انواع الاكشينج فيتشرز خالص. انا جاست بس بعمل داونلود، ركز معايا في دي، بعمل داونلود للميل على الماشين لوكالي واقدر افتح الايه الايميل اللي جالي اعمل تشيك عليه، وعندي اوبشن ان انا اسيب كوبي على السيرفر فقط لا غير. ما عنديش ولا كالندر فيتشر ولا ابوينتمنت ولا كونتاكتس ولا تاسكس ولا اي حاجه خالص، ولا ميتنجز ولا اي حاجه خالص، اوكي. كل دول بالنسبه لي شيء معدوم. انما النيو ستاندرد اللي هو الاي ماب ممكن اشتغل اونلاين او اوفلاين، لكن برضو ما عندوش اي فيتشرز جديده زي الكالندرنج والكونتاكتس والتاسكس. عكس مين؟ الار بي سي العادي، ده اعظم كلاينت زي ما احنا قلنا كذا مره، ده عنده الفول اكشينج فانكشناليتي. مين اللي بعديه؟ الاوتلوك، ها قول معايا، ويب ابلكيشن. اللي بعديه الاوتلوك اني وير. يبقى انا بستخدم اعظم كلاينتس، ليه ارجع تاني استخدم البوب 3 والاي ماب في حين ان هما بروتوكولز متخلفه؟ اهو قال لك نوت، قال لك ذيس ار ريسيف بروتوكولز not send protocols so they rely on SMTP to send mails. يعني الاثنين انا ما اقدرش استخدم البوب 3 او الاي ماب ان انا اريسيف بي واسند بي زي الايه ار بي سي، لا انا بريسيف بي فقط لا غير، ولو عايز اسند بسند بايه بروتوكول ثالث اللي هو الايه اس ام تي بي، ماشي. With both بوب 3 and IMAP 4 the client is responsible for checking in for mail. It isn't pushed down to the client. دي مشكلة. الميل لما بيجي بيجي فين؟ في الميل بوكس سيرفر بتاعه. لكن عشان أشيك عليه لازم أنا أعمل حاجة اسمها send receive. زي إيه؟ الأوتلوك العادي الـ RBC. أو اللي إحنا شايفينه حالا اللي هو الأوتلوك أنيوير. أول لما جه الميل راح عامل إيه؟ راح الكاس عمل بوش للميل على مين؟ على الكلاينت. ده لا، لازم وانا عندي عامل بوب 3 كونفيجريشن او اي ماب كونفيجريشن لازم انا اخش اعمل ايه تشيك او سند ريسيف على طول عشان اعمل تشيك على الميل. خد بالك ان هم باي ديفولت ديسيبلد، ماشي. طبعا لازم اعمل انيبلنج للبوب والاي ماب سيرفيسز عشان هم باي ديفولت ديسيبلد، ماشي. بعد لما تعمل للسيرفيس تخليها اوتوماتيك راننج، ممكن تخلي اي حد يخش على البوب 3 والاي ماب عادي خالص. وعندك 3 تابس على مستوى السيرفر كونفيجريشن، حلو. البوب 3 انك ايه هتلاقي حاجه اسمها كويشن ليميتس، وحاجه اسمها سكيورتي، وحاجه اسمها مسج ريتريفال فورمات اوبشنز، اوكي. اول حاجه اعملها اعمل للسيرفيسز ريستارت. تعالى معايا نروح نبص، ادي الكيج بتاعي، ادمن تولز سيرفيسز، اجي على مايكروسوفت اكسشينج بوب 3 اقول له ستارت، او ستارتد، واجي على اي ماب 4 واقول له ستارتد. يبقى كده حققت اول شرط. هرجع تاني للسلايدز. تاني حاجه اعملها ايه؟ قال لك هتروح على مستوى السيرفر كونفيجريشن تحت الكاس، هتلاقي فيه فولدرز خاصة بالبوب 3 والاي ماب. يبقى انا ممكن اعمل لها كونفيجريشن ثرو الاكشينج مانجمنت كونسول. وخد بالك
ان اول لما احنا نزلنا اكشينج 2007 ما كانش بيسبورت البوب 3 والاي ماب. اوكي، اول ما عملنا اكشينج 2007 اس بي 1 بدا انك ممكن تعمل سبورت او ممكن تعمل كونفيجريشن للبوب 3 والاي ماب ثرو الاكشينج مانجمنت كونسول، وباي ديفولت في 2010 ار تي ام او 2010 اس بي 1 ممكن تعمل كونفيجريشن للبوب 3 والاي ماب من خلال الاكشينج مانجمنت كونسول. هفتح بص الاقي ايه، ان في اكتر من تاب. اوكي، هبص عليهم، ده الاي ماب والايه هوب 3. تعالى معايا نبص، هروح سيرفر كونفيجريشن الكاس. اوكي، هروح للبوب 3 انا 4، عندي اتنين بروتوكولز اهم اللي انت عايز فيهم تعمل له كونفيجريشن. روح اقف عليه واعمل رايت كليك بروبرتيز، هتقدر تعمل له ايه، تعمل له كونفيجريشن. تعالى على بوب 3 اقول له بروبرتيز مثلا، يقول لي خد بالك ان ايه الاكشينج بوب 3 سيرفيس ريدي، انا عملت لها ستارت ماشي. وانا عشان اعمل كونكشن لازم اعمل ايه كونكشن على بورت 110، ولو سكيور 995، الاوثنتيكيشن نوعها ايه. عندك ثلاث انواع اوثنتيكيشن، يا اما بلين تكست، يعني انا هدخل بيزك اوثنتيكيشن يوزر نيم وباسورد من غير اي سيرتيفيكتس، او انا بيزك اوثنتيكيشن اسف بلين تكست اوثنتيكيشن لكن انتجريتد ويندوز اوثنتيكيشن، يعني انا هتشيك على اللوجن كريدنشال اللي على المكنه نفسها، او انا هستخدم سيرتيفيكت. اوكي، انا اقول له حاليا انا عايز اشتغل ببلين تكست بيزك اوثنتيكيشن. طبعا كونكشن ريتريفال سيتنجز. اوكي، اقول له اوكي ماشي. طيب ايه تاني، هرجع تاني للسلايدز. قال لك روح على اليوزر نفسه واعمل انيبل للايه، للميل بوكس فيتشر، ان هو يقدر يستخدم او يقدر ياكسس الميل بوكس بتاعه عن طريق الايه بوب 3. فتعالى نعمل مثلا واحد تاني، احنا ايه بنحاول نجرب كل حاجه. تعالى نعمل ميل بوكس بيوزر تاني، نيو يوزر جودي، جودي الباسورد، باسورد باسورد طبعا مش هقولك عليها، احطها على الداتابيز الديفولت بتاعتي اللي ما اصلا ما فيش غيرها. اعملها اركايف، لا اوكي. طيب انا كده عملت يوزر اسمه جودي ليها من البوكس عندي، هفتح كده البروبرتيز بتاع جودي. ميل بوكس فيتشر الاقي ان هي ممكن تخش عن طريق البوب 3. اوكي، وهي هستخدم البيست بادي فورمات الديفولت بروتوكول بتاعها البوب 3 والاي ماب الاثنين بالنسبه لي انيبل. طيب في حاجه مهمه جدا، طبعا احنا يعني لسه هنتكلم عليها ليتر اون، لكن برضو عايز ايه افهمها لك، ان مين هيستقبلهم. خد بالك مش احنا قلنا ان البوب 3، خد بالك ان دي تركية مهمة جدا 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 وفي العملي لازم تركز فيها. مش احنا قلنا الاثنين دول سواء بوب 3 او اي ماب 4 دول ريسيفنج بروتوكول صح؟ جميل، يعني هما بيكونكتوا على طول على الكاس صح؟ جميل، الكاس بيستقبلهم ويبدا يفتح لهم الايه الميل بوكس بتاعهم ويبدا يكلم الميل بوكس سيرفر. طب لو هم عايزين يعملوا سند بيسندوا ثرو ايه بروتوكول اسمه اس ام تي بي. طب مين اللي هيستقبل الميل بتاعهم
او هم هيسندوا عن طريق مين؟ هيسندوا عن طريق الهب. طب تعالى بص على ايه الهب. انا عندي كام هب؟ انا عندي هب واحد اسمه X01 وعنده 2 ريسيف كونكتورز، يعني بيستقبل، ركز معايا في الكلمه دي جاي، ده مهم جدا، يعني بيستقبل الميلز على كونكتور من دول. اعتبر ان دي الدراعات اللي هو بيستقبل عليها، اي باينه اسمها ريسيف كونكتور، يعني هو بيستقبل على واحد من دول. ده بالنسبه لاي ميل جاي عادي بيستقبله على بورت 25، ده اسمه الديفولت واسم السيرفر. انما الكلاينت هو بيستقبل، خد بالك، اني نوع كلاينت، هو بيستقبل من البوب 3 والاي ماب على الكلاينت ريسيف كونكتور ده. طب بيستقبلهم على اني بورت؟ تعالى نتورك، على بورت ايه اهو، يوز ذيس لوكال اي بيز ادرس تو ريسيف ميل. يبقى هو بيريسيف الميلز سواء من اي بي فيرجن 6 او اي بي فيرجن 4 على بورت 587. يبقى انا لازم احطه ده في اعتباري، يا اما اغير البورت ده لاي بورت تاني، ماشي، وده يكون مفتوح على الهاب ترانسبورت عشان يستقبل منه ميلز. ركز في دي عشان احنا دلوقتي عايزين نروح نعمل لها كونفيجريشن. تعالى انا كده عملت جودي، تعالى معايا بقى نعمل لوجن باليوزر اسمه جودي، باسورد طبعا مش هقول لك عليها، دي سر بينا. انا كده عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل كونكتبل ايه؟ بوب 3 بروتوكول على الاكشنج بتاع مين؟ او اسف، على الميل بوكس بتاع مين؟ بتاع جودي. هاجي افتح اول بروجرامز الاوفيس، افتح الاوتلوك، اقول نيكست. خد بالك ده الاوتو اي ديسكفر، لا انا مش عايز اخش ار بي سي، قول له خلاص بعد اذنك انا عايز اعمل ايه؟ مانوال كونفيجريشن، اقول نيكست. يقول لي انت عايز تعمل كونكت بوب 3 او اي ماب، اقول له ايوه، عشان تو سند اند ريسيف ميلز، ايوه بالظبط. اليوزر اسمه ايه؟ اليوزر اسمه جودي، الايميل بتاعها ايه؟ جودي ات شرف دوت كوم. هستخدم بوب 3 والاي ماب؟ لا انا هستخدم بوب 3. اديني اسم الانكومينج ميل سيرفر، الميل اللي انت هتريسيف منه واللي انت هتبعت ميل عليه، يا اما الاسم يا اما الاي بي بتاعه. انا فاكر الاي بي حاليا هو 30 30 30 30، وهبعت عن طريق، خد بالك ان انا هريسيف عن طريق الراجل ده. خد بالك لو كان الهب مش هو الكاس، يبقى انا كنت هنا هعمل ايه؟ هريسيف، اسف، هسند عن طريق الهب، وهو مثلا مختلف، هقول مثلا هو ايه الاي بتاعه 31، لكن هو حاليا الاثنين ترولز دول على نفس الماشين. طب اللوجن نيم جودي، الباسورد اوكي. هخش سكيور؟ لا انا كنت معلم على بلين تكست. هقول له مور سيتنجز، الاوت جوينج، هقول له الاوت جوينج استخدم نفس السيم سيتنجز از انكمينج ميل سيرفر، نفس كل حاجه. كونكشن مش عايز فيها حاجه. ادفانس مش هبعت عن طريق ال 25، ليه؟ ها قول لي ليه؟ ان الهاب ترانسبورت هيستقبلني انا ككلاينت على 587. ركز معايا، الا لو انا كنت عملت ايه؟ كنت غيرت البورت على الريسيف كونكتور وخليته 25. عندي اوبشن انا ايه؟ اسيب كوبي على السيرفر لمده 14 دايز، اقول له اوكي، اقول له تيست اكونت الاول، اشيك ان الدنيا سليمه. ادي اول حاجه completed بوب 3، والثانيه completed. يبقى انا كده عملت
كونفيجريشن سليمه، اقول له كلوز، اقول له نيكست. هو برضه هيعمل تشيك تاني، معلش. اقول له كلوز، فينيش، اقول له اوكي. اهو بدا يعمل هو سند ريسيف لوحده. ده الويلكم مسج اللي بتيجي على طول لاي كلاينت جديد. مش عايز اعمل ابديت. طب تعالى نعمل لها، نبعت لها ميل. تعالى نبعت لها مين ده؟ ده تامر. ايوه هيبعت لجودي. السبجكت تيست بوب 3. سند. خد بالك مفيش بوش، لازم انا اخش اعمل ايه؟ سند وريسيف. الاقي جالي الميل. هو ده اللي انا كنت بقول لك عليه، ان هو لازم يخش يعمل تشيكنج على الميل بتاعه. اوكي. وطبعا الكالندر عندي لسوء الحظ مش شغال، ولا كونتاكتس ولا التاسكس. يعني هنا كده لما اجي افتح اوتلوك بتاعي، اوكي، اقول له عايز ابعت نيو ميل تو، يا ريت مفيش اي كونتاكت خالص. اوكي، مفيش اي كونتاكت. يبقى ده عيب من عيوب الاي بوب 3. وطبعا ما اقدرش استخدم الكالندر ولا اعملها شير ولا كونتاكتس ولا تاسك ولا حاجه خالص من الحاجات دي. عشان كده ده يعني احنا بنسميه حاليا ان هو بروتوكول متخلف، اللي هو يعني حل محله الاوتلوك انوير، اللي انا ممكن من جوه او من بره اشتغل ار بي سي، لكن من جوه ار بي سي عادي، من بره ار بي سي اوفر الاتش تي بي. وبكده يبقى احنا عملنا العملي بتاع الاوتلوك انوير، وعملنا العملي بتاع التوب 3، وتعرفنا على الاوتلوك ويب اكسس، او اسف الاوتلوك ويب ابلكيشن، هم طبعا غيروا الاسم عشان بس يبيعوا. وتعرفنا برضو على الاكتف سينك وبصينا عليه، وعملنا لكم ايه كونفيجريشن. وكده يبقى احنا نهينا موضوع الكاس كومبليتلي، وشكرا